سائل يقول: رجل جمع بين المغرب والعشاء لأنه سيجرى له عملية بعد المغرب، فعملت له العملية وفاق الساعة التاسعة ولا زال وقت العشاء باقية، فهل يعيد صلاة العشاء؟ لا، جمع في حالة يجوز له الجمع فيها لأنه سيدخل العملية ولا يدري متى يتخلص منها ومتى يفيق. جمعه صحيح إن شاء الله وصلاته صحيحة. نعم.